لتاني اخبارنا من التنس واتحاد التنس برئاسه الاستاذ اسماعيل الشافعي اللي قرر وضع خطه بديله خلال الفتره الحاليه في حال تاجيل موعد استئناف نشاط الاتحاد اللي كان محدد ليه يوم 13 اغسطس القادم. طبعا التاجيلات ديت بسبب ازمه تحليل فيروس كورونا، ومين يتحمل قيمتها زي ما قلت في بدايه الحلقه. كل الاتحادات دلوقتي اصبح الشغل الشاغل ليها مين اللي هيتحمل قيمه هذه المساحات، لان هي بتكون مكلفه بشكل كبير جدا. اتحاد التنس كان حدد يوم 13 اغسطس لعوده النشاط، ولكن ازمه تكاليف المساحات خلت الاتحاد يحط خطط بديله وهي تقليص عدد اللاعبين اللي هيبدا بيهم النشاط ووضع التصنيف اساس لعوده النشاط تدريجيا للتغلب على ازمه قيمه المساحات اللي بقت ازمه كبيره جدا بتهدد عدد كبير من الاتحادات الرياضيه. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله لكل الاتحادات ان هم سريعا يقدروا يرجعوا ويخلوا النشاط الرياضي يرجع سريعا عشان كل ابطالنا يكونوا على نقدر نقول الجزء الصحيح من عوده النشاط، وما يتاثروش بعوده بفتره كبيره جدا سلبيه قضوها خلال الفتره الماضيه.